لا شوي بعدين اوكي برا بعوق شوي. لا مو هاي هاي شوف عادي عادي خليك خليك شوف طاف طاف اوكي اول ماتش شريغان باتل فيلد ايه لان بوف بوردر خلاص الحين تكلم انجليزي ولا عربي؟ انجليزي عربي انجليزي حق هذاك اوكي سي سي باوزر فروم سناك اوكي يب يا 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 I can't even commentate doubles. Can someone commentate instead? لا ما شاء الله. Okay, so Zolane's team with a slight lead. Seemed like he was waiting for Kaf to do a back throw up smash, but Snick interfered with it. So the sound died. Anyway. Okay, we see. Bowser with the dummy. شت ألف أنت. Bowser with the dummy. حدي بدالك أنت ما تعرف شو تقول. برا ستيج تقولها دامبي. لا ما تقولي الصوت راح. حدي شو كومنتيت بدالي؟ محمد تعال. تعال لا تكمل. لا تكمل لا تكلم. Grand Finals shit commentary. فتعال. ماتش. تعال تعال. أنا ما أعرف أرمز. تعال. سعود ساعدنا. تعال سمو كومنتيتر. أوكي. ما في حد يرمز. ليش صوتي هذا؟ واضح انت صوت مني؟ دق عليه خلاص شيء كومنت عربي ما حد ياخذ مكاني الحين رديت كومنتري عربي اوكي بابا بس يتكلم عن شيء غبي ارمس عن سوي كومنتري عدل اوكي شيك اوف ستيج قرر يساعد اخوه بدل ما يصير يسوي اجقار ساعدته بالترن اوف تقد بيربس لا اوكي ما سوى له كونش شكله كان لا شيد انكسر بيساعده 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 اوكي سوى داون سماش حيل ايه لا ساعده المهم لو سوى اي حركه ثانيه اوه شفت ايه سوى فوردير فوردير ما صدق انه باوزر سوى مضرب من داون سماش اي سوى سبوت داون اير خيبه شو استوى كل حد يشد كفخ اوكي كومبو صغير بس اوكي شوي دامج شيت برشر بالداونر وشيك ماتت ما اعرف كيف اوخ خسر اخر ستوك يلا الحين 2 في 1 سيتويشن اوكي دوني شكرا اوكي ساعده خل لحظه احس ان زولين توقع اوبي بس بعد اشتغل انا تحسيت بيسوي الابي مال بوزر عقب يسوي لك سل زعل وروح فاز 1-0 صباح اعرف زين استقبل اخ واحد سعود خلاص
خلاص لا تلعب، تعال تعال. شكرا شكرا. سهيل وخليف اهلا وسهلا، كيف حالك؟ طيب الحين يس جراند فاينلز فازوا راوند واحد بس، هذا اخر نتيجه معدله. ايه اوكي ممتاز. اوكي نبدون راوند 2 سون، نشوف البونس اول شكله. طب نفس الشخصيات ولا كانوا مغيرين شيء ولا؟ لا ما في شيء. اوكي قاعد يسوون بان. سوى كيف حق الموضوع بوزر اشتغل. هاي مشكلة الابي حقت بوزر، سهل تسوي له كيف وسهل تسوي له كاونتر. عموما اوكي يا سيد فهمون اللاعبين ولا شيء؟ ايه قالوا تيم كاف مرا زاف زاك مرا. اوه اوكي ريو تشارزار صبوا شكل احسن من شيك صراحه. ريو احسن من شيك. اوكي بدأوا بجان السيتي. اوكي تاون سيتي، هل هي للاسف تشارزارد وايد بيستفيد من البلوتو بلاتفورم؟ ها ها حتى ريو عشان تروش ريوكن كان للاسف كان وايد بعيد، خلاص طلع من الهيد ستان اوريدي قبل ما ينضرب بالابي. اوكي البي تشارج بس طير ريو للاسف. عموما دحين الليد حق تيم بلو تيم زاك. اوكي غريبة ما سوى له ثرو. اوه جات الشريوكن بالصدفة، كان بيضرب ماريو لكن ضربت بيتش. اوكي باك ثرو. اوه حلو سوى ابي اوت اوف شيلد انستد ما انه يتمسك بالباك ثرو، كانت فكرة حلوة صراحة. اوه اوه ماما قد دي اي حلو، حاول يعكس الكيب بحيث ان الابي تطلع بالعكس، حلو كانت الحركة بس ما سوى ابي يعني. جاب جاب جاب. اوه بيتش لحقت نفسها ونطت قبل ما تطلع بالبلاتفورم. هو ساعده لا حاول يساعده بس حلو شفت النير اللي سواها عشان يخفف النوك باك حقه. ايه للاسف كب صدق ولا كان ضربه هو. خسر الفيلم ولا بيتشي مستر ساترن بيستفودون من ان شاء الله نشوف شيلد بريك، حابه نشوف شيلد بريك بمستر ساترن. لا 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 تيم ساتر ما يختفي من الجيم، يطلع برا الستيج. اوكي اوه وانضرب مع ماريو لكن ليه ما مات؟ شفت كيف علقه بالفاير براث؟ ايه كلاش وذ ايفريثينج اب ثرو بعد مره مات. اوه جود دي اي اوكي يحاول يذبحها باي طريقه. ماش كان فظيع من شاريزارد على طول طلع من القرب ما مدى يسوي له حتى فم الواحد. بيتش بغت تبغى تقتل ماريو بال اوريدي اوبن امبريلا واعطاه شريوكن. اول ما اعطاه شريوكن سوى على طول بس مشكله ما يروح يسوي اي ثرو لانه بيتش ايه. اوكي مات ريو. اوه ستيتش فيس معاه. اوكي لكن سوى له شيلد، اكل الشيلد اكل ليد حق زاك وسط. لازم يحافظون على هالصف لان ماريو مات يشد الصف. اب سماش ريو الحين الحالة 3 ستوكس ما اعرف والله ماريو شكله يسوي الكومبو تروح بدون. واو 60% ان كم؟ على اقل من 3. اوه اعطاه شريوكن ما
مو مشكلة، في عندهم ستوك ثاني ما اعرف اذا حيقرروا. اوكي ما قرروا يخلوها 1v1 فما صادقين يعني، احسن انه يخلوها كذا. اوكي حاول يذبح بيتش. اوه بيتش ماتت، لكن الحين صارت صدق حلو جاي حلو يسوي لك كيف؟ لا سهل وايد اوكي عطاها بسماش ما شاء الله عليه، من يوم ما صارت 1v1 هي كلها ريدز. طبعا لازم يبدلون فريقنا، لان كمان كان احسن بلجر. مو بلجر بل يوشي و هيه من يوشي وشيك هيك احسه كان احسن. اوكي شكله سناك ما بيغير بيتم على هو صراحة التيم كان شغال يعني بس تشارزر ما كله ابرو تجتل مشكلة اذا في بلاتفورم لازم ما ياخذوا مكان بلاتفورم لان مشكلة اختاروا باتل فيلد هالمرة انستد في تاون اند سيتي كان وايد يحب الستيجنج بس ما ادري اظن الابثرو تشتغل في تاون اند سيتي احسن اظن لأن الفرنسة بتحرق على فوق وتحت هي. أعلى من هاي هي أعلى والسيلينج أقل بعد هي. فما أدري غريبة شو قصة ال... بس أظن يمكن عشان بعد. عشان سنكي يفضلها كشيك يمكن ما أعرف أظن كانت بتفتح الأفضل بس غريبة سوى إيردو جظن أوكي كان بيسوي حاليا الضليع عند شارزارد وشيك للاسف الحين الا يذبحون ماريو انا ما يبغون ريتش ترى يقدر يسوي الكوما ماله بالابي ويشتغل اوكي عاش في مال ماريو تشتغل الحين صح ما اعرف بس انا اللي عارف ان هي ويا الريج اذا سويت ريفرس تنقص وايد لو سوى اب سماش كانت تطلع اوكي لكن للاسف هو توقع اوه دفه بالضبط تحت الاب سماش حلو في بانش اعطاه تبر تبر اعطاه تبر في الاب سماش كوف بعده 3 فروكس يحاولون يذبحونه وايد اوه زين الفاير بول انقذته اظن ما كان بيمسك الحافه لكن للاسف سايد سماش زين بعده عاش من ال من بعد السايد بي الحين اتس فيري كلوز صراحة نفس النسب تقريبا بعدها ما ماتت بعد زين اوه بغى ياكل اب سماش من ربيعة شكله زولي بيسوي اب سماش قاعد يضربون بعض شوي ما ادري ايش السالفة شوف حلو بغى يسوي زولين قاعد يحاول يتخلص من شيك احس لان اذا شيك ماتت او بيتش ماتت يعني بتصير الضلية فجأة فظيعة عند الفريق الثاني لان بيجمعون دامج من اول ابي غريبة شوي اوه اخذ باك اير مات خلاص اكيد هو سنة من اللي تمسك من اللي مسكه ماريو ولا بيتش انا شفت بيتش اللي تمسكه نوك باك جدا عالي مستحيل تقريبا لانه يلعب ضد اوكي مات لانه يلعب ضد شيك وشيك شوي يعني تزود الدم بس يعني بيتش عنده وايد حركات في اير موبيليتي زي كذا فيعني اب اير ذبحت اوكي ما خلى يسوي اب اير على ماريو اخذ اب سماش حين نفس الشيء تقريبا ما وايد قريب الجيم وايد قريب نفس جيم تاون اند سيتي تقريبا الماش ما شاء الله عندهم كلهم الاربعه ممتاز ما يمديهم يسوون بامل وثرو ابدا يعني تبغى تسوي ثرو سويه على طول
كاف كم مره ضيع الداش بعد الاب سماش بعد الداون تلت مو قادر يجيب الاب سماش كم مره شكله مو ملاحظين ان سناك واصل تشيل انا يطيح اوه ما شاء الله كله زياده تمام اخذ اب سماش يا اخي الاب بي بعد اوت اوف شيلد مره ممتازه حقت تشارزارد اوكي ان شاء الله بعدها زين اوه اعطاه سماش اخذ ستوك على طول الحين اذا ماتت بيتش او ماتت شيك ماريو يحاول يدافع بيتش لان هي هاي مشكله شيك بعد فورد ايرمان تطلع قوي وايد بس شوي الستارت اب حقه وايد بطيء ف ما تقدر تعتمد عليه تماما بس اظن في التيم اسهل تجيبها من حاول يسوي ريد هي لكن الدامج حق بيتش اعلى من انه يقدر بالضبط خلاص ما هو بيتشو يا رايج اوه اتوقعت اشوف فورورد اير اكل السايدز بي خلاص ما يقدر يسوي ولا شيء تحس اوه افلاش شو الله يخليك اوكي اوه خلاص اب اير واحدة تشارزارد معبي الريج لين قال بس اب اير واحدة خلاص اوه سواله ديناي و واو شكرا سناك بس حلوه الحركه كانت يعني شيك وتشارزارد بس انا يعني ما ادري انا اشوف انه ما زال في قريب وايد يعني الفرق بين ريو وشيك مو وايد كبير ف اظن كاف لازم يغير على انت ضفتهم واحد ايه اوكي الحين 2-1 2 لزاك زولين انكاف راحوا دلفينو دلفينو شكله بيغير كاف بلاتيني هو شكله حد بتروح شكلهم بيروحون لبلاتينا يا سلك على اسمهم ليش مو متعود اقول اسم بلاتيني بلاتيني غريبة بيغير تشارزارد تشارزارد كاف وايد احسن اتوقع بيكون ما ادري والله انا اشوف انه بيستفيد من دلفينو وايد يعني بس يمكن عندهم فكره معينه ما اعرف حتى هم قاعدين يتكلمون مع بعض انا ليش غيرت تشارزاردو زين واو ما غير فلسطينة ما غير لأنه ممكن بدل على يوشي يمكن بيج أحسن على يوشي أوكي عوضة بال كومبا مال بيج والله الكومبا الوحيدة اللي عفوا بيج داون ثرو باكل إيه ما الكومبا الوحيدة اللي عفوا أحسن اوكي اتوقع هذا الشيء الوحيد اللي عندها ما اعرف حتى اذا يعتبر جارانتيد او لا يعني اوه حلو ذبحت الاب سماش ما سوى دي اي صح لو سوى دي اي صح كان بيعيش اتوقع اذا الراكنج اب دامج على بيتش اوكي لازم تشوفون اذا مارو بيسي اب بي فوق ايه بس شوف ماريو ما تخاف من الابي حقته الا لو كان حلو السبايك كان على الفورورد اير ما تخاف منه الا لو يعني كان عنده الريج خصوصا عنده الريج حاول انه يبلع اوكي اصلا ذبحت اخذ سايس ماتش حلو استنى بالضبط لما خلصت الثرو كذا ربيع ما انضرب لو انضرب كان اوكي عاش اوكي
هو كان يقدر يرجع الستيج. في مكان سيكرت ورا فيه جدار. ايه في جدار. قطع عليك ثلاثة. احسن ان ماريو قاعد يلعبها سيف، قاعد يحاول يضيع الستوك. سوري. يوفر الستوك قد ما يقدر. حرام. بس حلوة من داون بي من يوشي. يس. من سناك. اوه ما ضربت البي الثانية. انا اول مرة اشوف سناك يلعب يوشي. ما شفت. هي بس اليوم انا ما شفته قبل يلعب فيها ابدا. اظني متدرب عليها وايد. اخذ بسماش. اخذ وايد. بس النقطة قدام اول شيء. هي عشان كذا الناس اوه حلو الوول باونس بس طبعا يعني الفورور داي ما استفدت منها وايد. ما اعرف ليش شيك ما مسكت الحافة. يعني كانت عندي الحافة بالضبط غريبة من ماجنت ما اشتغل. حرام صراحة. وبعدين كان ماري بيموت من الويند بوكس حق اللابي. بس لمس الارض قبل ما يموت. داون اير انقذتها من الداون من الاب اير حقت شيك. حلو حلو سبيكس السلف اوت على ال تكر داون تلت. ما سويت اعطى اب اير حلو حلو. اوكي ابي بي او مات مات بس بيقدر يرجع. اوه انتهى الجيم فجأة. عموما انتهى دورينا المجلس.